بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أتينا هنا اليوم متواجدين كاف مجلس إدارة الشركة الليبية البريد والصلاة القابضة ورؤساء مجالس كل الإدارات والمدراء العامون للشركات التابعة. حقيقة أتينا لنحمد الله على سلامة أخوتنا وأهلنا في مدينة الزاوية. يعني الحمد لله لا وقوع أضرار، وهذا هو المكسب الكبير، وهذا شيء الحقيقة الشيء الإيجابي في هذا الموضوع. من ناحية ثانية، يعني استعرضنا أمام السيد عميد البلدية الزاوية يعني ما هي خطبة قطاع الاتصالات لإعادة الخدمات، ما تم إنجازه الحمد لله إلى الآن. يعني بإحصائيات أعطينا كلمة لكل رؤساء مجالس الإدارة للحديث على الأضرار ونسبة الإنجاز. نسبة الإنجاز الآن يعني وصلت إلى 98% لإعادة كافة الخدمات. أيضا تم الاتفاق الآن ينحقق على تشكيل لجنة لحصر الأضرار للقطاعات اللي خارج قطاع الاتصالات، مثلا المرور والإذاعة وكذا. وبإذن الله يعني سنتعاون بكل تأكيد شركات القطاع والشركة القابضة لإعادة هذه الخدمات إلى ما كانت عليه. في خصوص البرج أيضا شكلنا لجنة، الآن تم إعادة الاتصالات يعني ما نقدرش نقول بشكل مؤقت. هنا هذه اللجنة ستقرر ما إذا كانت إعادة هذه الخدمات بهذا الشكل يعني شكل طبيعي وبجودة أفضل من السابق، أم سيتم بناء برج. هذا الكلام كله إن شاء الله خلال الأيام القادمة. وشكرا لكم وشكرا لأهالي مدينة الزاوية على هذا الاستقبال، وبارك الله فيكم.